فيلمنا بيبدأ بخناقة بين وودي ونيل، شاب وبنت جيران ساكنين قدام بعض وما بيطقوش يتعاملوا سوا بسبب اختلاف الأذواق بينهم في كل حاجة. نيل بنت رومانسية هادية مجتهدة، وودي شاب طايش مش مهتم بدراسته ودايما بيعصب نيل بسبب الموسيقى بتاعته والدوشة اللي بيشغلها على أعلى صوت. وبيكون حلم نيل إنها تروح جامعة يال، وبيجي لها جواب بمقابلة ليها في الجامعة الأسبوع الجاي، وبتكون مبسوطة إنها تحقق حلمها. وبعدها بتلبس وبتتحرك على مدرستها، وبيكون وودي في عربية صاحب هورس، وأول ما بيشوفها بيسرعوا بالعربية وبيمشوا على بركة مية في الشارع وبيغرقوها ويبوظوا شكلها وشعرها. لكنها بتروح برضو المدرسة بشكلها المتبهدل وبتتريق عليها المدرسة كلها، وبيفضل وودي يضايقها في المدرسة لحد ما بيكون عندهم رحلة تعليمية للمتحف وبيكون نيل وودي موجودين فيها. وبيتكلم مدرس التاريخ عن تمثال قديم كان إله السحر زمان، وعنده مراية في جسمه اسمها المراية الدخانية، وكان من قدراته انه يغير شكله بمنتهى السهولة. وبيتم تقسيم الطلبة لمجموعات صغيرة، وبيختار المدرس ان وودي يكون مع نيل، وبيفضلوا واقفين قدام إله السحر وبيتخانقوا سوا عادة. وبيطلع عليهم دخان من التمثال، وبيخلصوا الرحلة وكل واحد بيروح البيت بتاعه، وبيجي وقت النوم وبيظهر الدخان تاني من جديد عليهم وتتبدل أرواحهم في أجساد بعض، يعني نيل بتبقى في جسم وودي وودي في جسم نيل. وأول ما بيصحوا بيصرخوا ويبصوا لبعض من الشباك وبيقولوا لبعض إنهم لازم يتقابلوا فورا، وبتنزل نيل وجواها شخصية وودي ومش بتكون عارفة تتعامل مع والدتها وبتاكل غصب عنها لحد ما بتهرب وبتخرج برا البيت. وفي البيت التاني بينزل وودي اللي جواه شخصية نيل، وبيلاقي إن أهله بيفطروا لحمة وبياكل بالعافية غصب عنه علشان يقدر انه يطلع برا البيت، وبيكون هورس مستنيه عشان يروح المدرسة بعربيته سوا. وكالعادة بتروح نيل ماشي لحد المدرسة، واول ما بتوصل نيل اللي جواها وودي للمدرسة بتجري على وودي وبيتخانقوا سوا، وبيحاولوا انهم يلاقوا حل اللي هما فيه. وبيبدأ وودي انه يعيط قدام المدرسة، وبتحاول نيل انها تهديه عشان كده شكله هو اللي وحش، لان باين ان وودي هو اللي بيعيط. وبيحاولوا انهم يكملوا اليوم، يمكن تاني يوم كل حاجة ترجع لطبيعتها تاني، وبيطلعوا سوا الفصل بتاعهم. وبتبوظ نيل الدنيا لان بيكون مطلوب منها انها تتكلم عن اعظم شخصية تاريخية، فبتتكلم نيل عن جينيفر لوبيز لان بيكون وودي ساعتها هو اللي بيتكلم. وبتفضل نيل تتكلم عن انجازات جينيفر لحد ما الحصة بتخلص وبيجي وقت البريك. وبتكون بريانا حبيبة وودي رايحة له عشان تتكلم معاه، لكن وودي بيرفض انه يتكلم معاه وبيسيبها ويمشي. وبيقابل هورس صاحبه اللي بيقول له انه عندهم تدريب ضروري النهارده وما ينفعش يفوته ولازم يحضره، والا المدرب ممكن يرفضه من الفريق. وبيضطر وودي انه يروح التدريب وهو مش فاهم اي حاجة في الرياضة دي، وبيفشل طبعا في كل التدريبات وما بيعرفش حتى انه يمسك الكورة. وبيهزقه المدرب على اللي عمله، وان اهم ماتش في حياته خلال الاسبوع ده ولازم يشد حيله عشان مكتشف المواهب هيكونوا في المباراه دي. وبينتهي اليوم الدراسي، وبيرجع كل واحد بيته على امل انهم يناموا ويصحوا تكون الدنيا اتظبطت، ولكن بيفضلوا زي ما هم تاني يوم، وبيبقى مطلوب منهم انهم يعيشوا يوم تاني وهم في اجساد بعض. وبيتقابلوا في المدرسه وبيعرفوا ان مفيش حل للي هم فيه، ولكن نيل بتشوف ان وودي لابس لبس قديم وكلاسيك جدا وانه ما ينفعش يلبس كده في المدرسه، ولكن وودي بيقول لها ان هو هيلبس اللي هو عايزه وان جسم وودي هو حر فيه. وبتقرر نيل ان هي كمان تلبس اللي وتتصرف زي ما يحب. وبتلبس نيل اللي جواها روح وودي لبس قصير جدا، وبتعمل شعرها بطريقه غريبه، فبيروح وودي اللي جواه روح نيل ينهي علاقته ببريانا حبيبته عشان ينتقم. وبتقرر نيل انها تعمل علاقه مع واحد اسمه نيكي كرد انتقام من وودي، لكنها مش بتقدر انها تكمل مع نيكي وبتسيبه وتهرب. ولكن بيجي تاني يوم وبيكون نيكي نشر في المدرسه كلها انه عمل علاقه مع نيل، وبمجرد ما الكلام يوصل لوودي بيفضل يعيط وانه كان بيتمنى ان اول مره تبقى مميزه، لحد ما بيقابل نيل اللي جواه روح وودي وبيسالها ازاي تعملي كده. ولكن نيل بتنكر ان حصل حاجه بينها وبين نيكي، وبيروحوا هما الاثنين عشان يتخانقوا مع نيكي ويخلوه يعترف ان مفيش حاجه حصلت، وبيضربوه لحد ما بيقول قدام باقي الطلبه انه ما لمسش نيل حتى. وبعدها بيقعدوا سوا يفتكروا اليوم اللي قبل تحولهم، لحد ما بيفتكروا انهم كانوا واقفين قدام اله السحر وانه ممكن يكون السبب في اللي حصل، وبيجروا على المتحف. وبيفضلوا يحاولوا بكل شكل انهم يرجعوا لطبيعتهم تاني، لكنهم بيستسلموا للامر الواقع انهم ممكن يكملوا في اجسام بعض لمده طويله، وكل واحد بيقرر انه يساعد التاني. يعني نيل هتساعد ودي في تدريباته ولعب كرة بما انه جسمه لسه قوي وقدر يضرب نيكي بسهوله، وفي المقابل وودي هيساعد نيل انها تذاكر كويس عشان تعدي من مقابله جامعه يال وتنجح فيها. وبتبدا نيل انها تعلمه كل حاجه عن الكوره ولعبها وطريقتها. وفي اخر اليوم بيدرس وودي لنيل المواد اللي هتتسال فيها، وبعدها بترجع نيل بيتها من شباك اوضه وودي، وتاني يوم بترجع له بنفس الطريقه. وبيتفقوا سوا انهم هيروحوا مع بعض حفله التخرج ده لو فضلوا بنفس الشكل لحد الحفله. وبيجي تاني يوم وبتتكلم نيل مع مامتها انها بقت تقضي وقت مع وودي وطلع شخص كويس وطيب، ولكن مامتها بتقول لها انه شخص فاشل
فاشل زي ما كانت هي بتقول عليه قبل كده، وانه مش فالح في حاجه غير اللعب، وما يستحقش انه يتعامل مع بنتها الجميله لانه ملوش طموح واخره هيشتغل مع والده وهيفضل طول عمره ملوش لازمه. وبيتضايق وودي لانه بيسمع الكلام ده عن نفسه لكنه في جسم نيل. وبتقوم نيل وهي متعصبه من على الاكل وبتخرج برا البيت. وبيجي الليل وبيكون المفروض ان وودي هيقابل نيل لكنه ما بيلاقيهاش في بيتها، وبيفضل يتمشى لحد ما بيلاقيها بتلعب الكره لوحدها من كتر ما هي متضايقه. وبيحاول وودي انه يخفف عن نيل العصبيه اللي هي فيها، لكن نيل بتزعقله وبتتكلم بثقه المذكر عن نفسها انه هيفضل فاشل فعلا وكل اللي بيعمله هو المشاكل. وبترجع نيل البيت وبتجهز نفسها عشان مقابله الجامعه بتاعتها تاني يوم، وبتصحى من النوم تجهز نفسها وبتتحرك على جامعه يال وبتبدا المقابله، لكنها بتتسال عن الشعراء اللي هي بتحبهم وما بتعرفش تجاوب، لحد ما بتقرر انها تتكلم بكل صراحه على المغنيين اللي موجودين دلوقتي واللي بيقدموا اغاني راب فيها تجاربهم وحياتهم، وبتتكلم بمنتهى الطلاقه لدرجه انها بتسمع الدكتور اللي قدامها اغاني الراب. واول ما وودي اللي في جسم نيل بيخلص المقابله بيجري على الماتش اللي هتلعب فيه نيل وهي في جسم وودي، وبيكون الفريق خسران بفرق كبير لان وودي قلقان من مقابله الجامعه ومش مركز في الماتش، لحد ما بيشوف نيل قدامه وبتحاول انها تطمنه، وبتطلع تقعد جنب اهله وبتشجعه معاهم، وبيبدا انه يحسن لعبه وبيساعد فريقه انه يحرز اول نقطه، وبيكمل لعب بنفس الطريقه اللي نيل ضربته بيها. وبيكون وودي السبب في فوز فريقه في اخر ثانيه، وبيقابله مكتشف المواهب وبيقول انه هيحب يتكلم معاه بخصوص مستقبله وان مستقبله في الرياضه باهر، وبيتفقوا انهم هيتكلموا قريب. وبيبص وودي وراه وبيلاقي ان نيل مستنياه، وبتطمنه انها عملت اللي تقدر عليه في مقابله الجامعه، وبيشكرها جدا على مساعدته ليه او ليها لانها نيل في جسم وودي. وبتقول له نيل انها لو اختارت تبقى اي شخص في العالم كانت اختارته هو، لانه شخص طيب وطموح عكس ما كانت بتشوفه. وبيظهر التمثال اللي في المتحف وهو بيخرج منه دخان تاني، وبترجع كل روح لجسمها وبيرجعوا طبيعيين من جديد. وبيروح صحاب وودي عشان يحتفلوا بيه، وبتجري وراه نيل عشان تكون عايزه تقول له حاجه، لكنها بتلاقيه واقف مع بريانا حبيبته، وبتفهم انه ما بقاش محتاجها بعد كده، وبتسيبه بترجع بيتها وهي زعلانه. وبترفض تاني يوم انها تقابله، وبتخلي مامتها تقوله انها مش عايزه تشوفه تاني ولا هتروح معاه حفله التخرج. وبيكون في ايد نيل جواب من الجامعه بقبولها فيال. وبيجي وقت الحفله وبيكون وودي مش طايق انه يقف مع حبيبته، وبيفضل واقف لوحده على امل ان نيل تحضر الحفله ويقدر يشوفها، لكنها بتكون قاعده في بيتها، وبيكون والدها بيحاول يقنعها انها لازم تروح الحفله كأمير. وبيكون محضر لها فستانها وبيقول لها ان وودي يستاهل فرصه ثانيه لانه بيحبها، وبتسمع كلام والدها وبتقوم تجهز للحفله. وبيكون وودي في الحفله فاز بلقب ملك حفله التخرج، وبريانا فازت بملكه الحفله، وبيطلب منهم انهم يرقصوا سوا لوحدهم. وبيكون وودي باين عليه انه متضايق لان نيل ما جاتش، وقبل ما بتبدأ الرقصه بتيجي نيل الحفله وبتجذب كل الانتباه ناحيتها، وبيروح لها وودي وبيقول لها انها اجمل واحده في نظره وانه مش محتاج تاج طالما هو معاها، وبيرمي التاج بتاعه وبيخرجوا سوا من الحفله وبيسيب بريانا وراه لوحدها. وبيقول لنيل انه يتمنى يقضي باقي حياته معاها وانه هيفضل معاها حتى بعد سفرها للجامعه بتاعتها، وبتقدم نيل على سنه تفرغ عشان تقدر انها تقضي وقت اكتر مع وودي. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.